ساعات الرسم ولا ايه المشكله؟ يعني دي الاول الرسم هو انت هتعرف كيف فندم اللي رايح تأكلك ناخد مكان على خط الجنازة يا فندم اللي بيصور أسئلتك حتى يعني ايوه يا عم تيجي نقص ايوه تيجي هنا 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 كده هنا هنا جسمان ياخد من فين ورا الصف ده لا 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 ورا الصف ده جسمان ياخد من فين هو مش هيوقفك هنا خالص اه ما انا بقول ايه صح هخش ازاي اصلي ازاي خلاص خلاص صلاه اهو هناك اهو ولا مش عارف ولا